اذا انسان تابع وبلا كيرفع الكره وضربه راسيه خطيره جدا. ضربه راسيه قلت بانه الضربات الثابته تغير كثيرا النتائج. وبوتين يسجل الهدف الاول لفريق حسنيه كدير شاء في وقت قاتل من الجوله الاولى. ذكرت بانه الضربات الثابته تكون ضربات قاتله وتابعنا هذه المحاوله الاخيره. بوفتيني كان ارتقاء جيد وخالط الحارس. نتابع الان من امام زكريا العيوط وبونغا لم يكن موفق في ابعاد هذه المحاوله والهدف. هذا الهجمه سنتابع الان اوبيلا او تمريره ممتازه من اوبيلا الكشاني. اوي 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 بدر كشاني هجمه مرتده واوبيلا بطريقه جميله لبدر كشاني الذي يسجل الهدف الثاني. فرحه هستيريا لبدر الكشاني الذي سجل بطريقه جيده. بدر الكشاني كما قلت العائد الاصابه يمكن اقول بانه هذه المباراه الثالثه الذي عاد وسجل بطريقه جميله. واوبيلا يسجل الهدف الثاني وفرحه لانصار فريق حسنيه اكادير الحاضره باعداد محترمه هنا الى مدينه تطوان. بدر كاشاني يسجل بطريقه وركله التمريره الممتازه لاوبيلا. وبدر كاشاني بذل مجهود كبير. قلت بانه صراع ثنائيات خلال هذه المباراه بين اللاعبين. بدر كاشاني يتفوق هذه المره على زكريا العيوط وبالتالي وكذلك خليل بن حمصوي. والتدخل مره اخرى دائما كورة عالية خطيرة جدا والهدف يسجل فريق المغرب التطواني الهدف من خلال هذه المحاولة الأخيرة. أعتقد اللاعب المهدي بالعروسي البديل يسجل الهدف الآن. المباراة ستدخل في أدوار مشوقة لا محالة. نتابع كان هناك تسلل مهدي بالعروسي كان وحيد بدون مراقبة. ومن وراء التمرير هو اللاعب زهير نعيم. إذا زهير نعيم مازال اللاعب على هذا السير قادر على أن يقدم عطاءات جيدة